الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، ما موقف طالب العلم من الخلافات المنهجية الواقعة على الساحة في بعض أبواب الشرع كمسائل التكفير وغيرها؟ هل يهتم الطالب بتأصيل نفسه فيها حتى لا يزل أم يجانبها تماما؟ الجواب الأول، وهو أن الطالب ينبغي له في حال اختلاف هؤلاء الناس في مسائل الاعتقاد أن يتقي الله عز وجل في نفسه ودينه وعقيدته وإيمانه بأن يؤصل نفسه التأصيل العلمي الصحيح الشرعي المنبثق من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وأن يتربى على هذه القواعد والأصول وتلك العقائد الطيبة ومعرفة أدلتها عند العلماء الراسخين العارفين بها، حتى يكون عنده الفرقان الذي يفرق فيه بين الحق والباطل. لا نوصي أحداً أن يبقى جاهلاً عن هذه الأصول وعن هذه القواعد أبداً مطلقاً. كيف والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كيف وقد فضل الله عز وجل بني آدم بما أعطاهم من العلم؟ كيف وقد أمرنا الله عز وجل بالتعلم والازدياد منه ثم نقول للناس كفوا عن تعلم هذه المسائل الشرعية؟ الجواب لا، لأن الإنسان لا بد أن يتعلم الخير وأصوله والشر وأصول النجاة منه حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع في شيء من ذلك. فكثير ممن وقع في مسائل التبديع بلا علم أو التكفير إنما وقعوا فيها بسبب عدم سبق ماذا؟ التأصيل العلمي المرسخ على قواعد أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأبواب. فالذي أدين الله عز وجل به وأنصح به نفسي وإخواني في هذا الزمن أن يحرص الحرص الكامل على التأصيل العقدي، لأن أغلب الفتن والقلاقل التي تهز الأمة الآن في العقيدة وفساد العقيدة. فلذلك يجب عليك أن تحرص على نفسك وأن تنصح لنفسك بالتأصيل العقدي الراسخ في جميع الأبواب، سواء كانت في أبواب الأسماء والصفات أو في أبواب التوحيد الألوهية والربوبية أو في أبواب أسماء الأحكام والدين، والتي منها هذه كافر خارجي فاسق، أو في أبواب الصحابة. لا بد أن تأخذ في كل باب عقدي أصوله وضوابطه وعقائد أهل السنة والجماعة فيه، و تأخذه من أفواه العارفين به. فلا نوصي أحدا أن يبقى جاهلا، بل في هذه الأيام صار علم التأصيل في مسألة التكفير قد يكون واجبا، لأن السلامة من تكفير المسلم واجب، ولا يسلم الإنسان من هذا الأمر إلا بواجب آخر وهو التعلم. فصار التعلم واجبا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي منثورة في بطون كتب أهل السنة والجماعة وألفت فيها مؤلفات كثيرة يطلع عليها الإنسان حتى لا يقع في شيء من هذا الزلل العظيم.